إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الخصومات، قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. إلى أن وصلنا حديث 2418 لبكن أفر بقول تبني سديد حديث كا عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عبد الله ابن كعب بن مالك عن كعب، أي عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه السلمي. كعب بن مالك ويلو دليو ليرد عبد الله بن كعب، أي حديث كورين أي أبيه بكورين أي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه كعب تقاضى ابن أبي حدرد، نكا ليرد ابن أبي حدرد وأدين كرها، أي دين تسيح كدر البيئين أقوده وردين تيدي إسي. تقاضى بمعنى طلب قضاء دينه. تقاضى ابن أبي حدرد، نكا ليرد ابن أبي حدرد مقعي سنه عبد الله، عبد الله بن أبي حدرد، عبد الله بن أبي حدرد أي كدر البي دينا، أي قضاء دينه، دينتي أكلها، دين تاسو كان له عليه، أي كان لكعب، دين كعب أكلها عليه على عبد الله بن حدرد، أي كذا البي دين كعب بن مالك أكلها عبد الله بن أبي حدرد، أي كذا البي في المسجد، وكان في المسجد، مساجد كين يكون حجرين مساجد كان النبي. فارتفعت أصواتهما، أصوات وديبة كر كعضي، إسنا يطلب دينه والثاني يسترفقه، كان كرنه حليه ورمها ينيه وما ديبي يقول لك أما كرفق بك ضلبيا. هذا الكي ليسوع العلين يي أي صوتك كر كعي، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أصوات ودي مغلي، وهو نبينا في بيته قرغي سم كتشري قل كيسة. قال كان نبينا صلى الله عليه وسلم جنب المسجد،
masaajidka iyo guriga nabiga albaabka laga soo baxaa u dhaxeeyey. Xata samicaha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama, yani aswaatahumaa, aswaadoodiibuu nabigu maqlay. Wa huwa nabiguna fii beytihi, uu yahay gurigiisuu ku jiray. Fa kharaja ilayhimaa, labadoodiibuu marka u soo baxay. Xataa kashafa sijfa xujratihi, ilaa nabigu uu fiido kor u qaaday daahii ama sataaradii guriga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo masjidka u dhexaysay. Fanadaa, markuu nabigu sataaradii inta rogay uu u muuqday dadkii, ayuu marka fanadaa u yeeray nabigu oo yidhi, yaa Kacab, ilaa Kacab weye ninka daynta dalbaya. Cabdillaahi bni abi xadradna isaguna wuxuu ka dalbayay, war ii fududee, irfaq bi maaragta. Marka nabigu Kacab uu yeeray, yaa Kacab, qaala, wuxuu yidhi Kacab, labayka yaa rasuul allah, ay ajabtuka yaa rasuul allah. Weliba hal mar maahane, daa'iman tabcuhu annahu yujiibu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam. Qofka muslim baana saasaa laga rabaa, maanihi waa maxay? Yaa rasuul allah, ajabtuka maratan wa bacda mara wa biistimraar fii xayaatihim. Ayna rasuulka ilaahay lama khilaafo, allah iyo rasuulkiisaba lama khilaafo. Labbayka yaa rasuul allah, qaala, markaa buu nabigu yidhi, dac, cafi oo ka dejo, ka rid, min daynika, dayntaada xaggeeda, haadaa midkaas. Yacni nabigu saasuu yidhi marka, haadaadu marka waa ishaarada. Marka ishaaradana maxay? Dayntaada macnaheedu waa maxay? Nus waay, soo ma? Marka sidaa buu yidhi. Fa awma'a, nabigu waa ishaaray, ay ashaara ilayhi, ay ilaa Kacabin, ay shatra, nus ka deji buu yidhi marka, dayntaada nus ka rid. Liannahu kaana cabdullaahi yastarfiquhu, yacni war ii dhimri, ii naxariiso, daynta ma hayo maarataa un buu lahaa. Qaala, markaasuu yidhi ninka la yidhahdo Kacab ibnu Malik, laqad facaltu yaa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama, wallaahi ya waxaa dhabaa rasuul allow inaan sidaa sameeyey, waan sameeyey, waa ogolaaday. Qaala, markaabuu nabigu yidhi oo uu yidhi cabdillaahi bni abi xadrad, qum faqdihi, inta hadda dhaqaaqdid nuska kale sii oo ugud, ilaa nuska uu gudi karaa. Nacam, walacalla cabdillaahi bni abi xadrad inuu lahaa, war nus baan hayaa, inta kale ma hayo, nuska aan ku siiyo iga qaado, inta kale iga sugo. Marka intii uu iga sugo lahaabaa laga dejiyey, intaad haysan baad ka bixi, waa nuskiya. Qum faqdihi buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. Dayntuna waxay ahayd baa la yidhahda waqiyatay, laba waqiyadood. Marka hal waqiya waa laga dhaafay, waqiyada kalena nabigu wuxuu yidhi gud, marka istaagi u gud. Baabku wuxuu ahaa baabu kalaami alkhusuumi bacdihim fii bacdin, inaan la qabanaynin. Marka labada nin oo Kacab ibni Malik iyo cabdillaahi ibni abi xadrad hadal baa dhex maray, soo ma? Weliba mararka qaarkood inuu kululaado ay suuragal tahay, laasiyama qofka daynta dalbaya, marka kaa la qaban maayo. Hadalkaasi waa masmuuc, laa yu'aakhad. Cabdiraxmaan ibni cabdiraxmaan ibnu cabdin alqaariyi annahu qaala, سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. Cabdiraxmaan ibni cabdin alqaariyi
نسبة إلى القارة بطن من خزاعة قبيلة خزاعة لير هذا قايب كم ده أي قارة لديه جري قول هذا سألو نسبة يا مرك عبد الرحمن بن عبد القاري أنه عبد الرحمن سمع قال وحيري سمعت وحن مقلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن مقلي يقول حال أورنيه سمعت هشام بن حكيم بن حزام هشام بن حكيم بن حزام بن مقلي يقرأ إسقو أخنيا سورة الفرقان سورة دا سورة الفرقان لا يرهدو أيو أخنيا آية كم ذا هشام بن حكيم بن حزام هو صحابي ابن صحابي سقي أبيه حكيم بن حزام با لما صحابي بأهاية يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها سيدان وآخرية سيانا هين بو آخرية حرف كم ذا آية ذا حرف كم ذا أيو حجر سيدان نغو آخرية جري سيانا هين بو آخرية وحقوقاتي مركة إن يتهي اللحن لحن إن يتهي بقوقات وحوك رويري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها رسول كان سيدا إبراي سيدا نغو أقانا وغي جري رسول كان إبراي كبرتي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هشام بن حكيم وحو أخرنا يي سيدا أقانا سيانا وكدت وحنو دواذي بيري أن أعجل عليه إنن كدك دقو والله دوضه ما ركت أدبن ويرعى راضي يعني وحملي وياي سيدة هشام وآخرين يبو حوقاتين اللحن تاي قضاء تاي قفك قرآن كي يقالنا هنا هل أقاذ خضاء ما حملي كرم قفك قرآن كي يقالنا هنا خطأ ما حملي كرم ونحا غنينا يا سكن علبه ودمنا يا سيد القرآن كله ججمين يا شعال سوفي بابحو يرمى الله الله يرحمه مساجدا كنت كذيب يرمى كنينا قرآن أخرين يا سلادي بتكون يا قرآن وخري يا مركا قرآن كيف سيخ خلط وخري يا هذا مركا وحيري وان حتى قراءة هين لا شعال سوفي قراءتك يا قاني حتى قراءة ما هين سير لحني هو أخيوي وآخر كسر أتكي سوى يوير إلى أن قيل يوير كذلك قيلي ورغوه القرآن كي يقال لحن وما أتكيس لحن وحي انقرر وكدت أن أعجل علي لكن وحيري عرض إذا انقرر وأسقفتيه ثم أمهلته وأسشغي يوير حتى انصرف إلى أبوكتي إما كان هشام كان في الصلاة إنه صلاة كجري إنه قرادكم مشغول سنة الله بضع بصورة قال انصرافكم قرادوا قوية وآخرين يكجوك سدور لما ينا وحكينا وين نقطع صلاة إنه كبحنا وين نقطع واسو غيب يري أمهلته حتى انصرف إلى أوكا انصراف وكبح يولي مركا وقود عجري هذه صلاة هيد هي هذه قراءة كلية هيد با ثم لببته بردائه انت كبو ذي ان قئس السلع وقفتوه لكل ايكي انت كبو حناق وقبو فجيتوا بركز سوج شيدي واصحو قصب وصوو ذي فجيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قانو لأي مدبو يري فقلت وحاني ربو يري إني سمعت هذا كم بان مقلي يقرأ على غير ما قرأتنيها سيدي أدي برتسي أنا هنا وآخرنا يا قرانك يعني كأنه يقول يعني وحون هبسن ونن برن ونن نبي جي كقادن وخطأ قرآن هنا وآخرنا يا فقال لي نبي جي بوحو يري بيري أرسله برتسي ده لأنك هو محبوس واحد ثان قوي بهالك كل جية سيدا بيري ثم قال له مركز وحو يري نبي جو هشام بن حكيم اقرأ بالآخر وحال أبو بايستو فقرأ وآخرية قال مركز النبي يقول هكذا أنزلت
وصح سداسا لو سو دجي لو سو دجي ثم قال لي اني روحي يري ويري اقرا هذا صادو تقانو فقرات وانا اخري فقال هكذا انزلت سيدا لو سو دجي لا بد هو صحيح لا بد قراءه هو صحيح سيدا هشام اخري هي سيدا عمر اخري بل لا بد هو صحيح لماذا ان القران انزل على سبعه احرف قرانك سبعه احرف بل لو سو دجي او من لغات العرب ما نكتب لهجات كلا دول وقراءة القرآن كما كل آخرين أي صحيح تهي فقرأوا منه ما تيسر وحي إذين فضضاضات كرتان أخرية ما أعرف كلمات وحاجرة معاني ذي اسكم متى اللغة العربية وهذا نأى مترادف اسكم معناء ألفاظنا كلا دول تهي على سبيل المثال اجلس اقعد حيك ليه يا وانفرسو ما أعرف ساسا كذا انهض يقوم هيك ليه يعني كلمات مركب عاجرة ألفاظنا كلا دوتها معاني دينا اسكم متهي أو قرآنكو انتبا لغو آخر كرو سيداسو مركب يري اقرأ فقرأوا منه ما تيسر سيدي إذن فضوضات نعم مركب ماشا حديث كو حوسو دلي الشذي حناقي عمر أو حناقي وقراءة هشام بن حكيم وآخرين يون أسقو قرن وآخريي إيا قبشدي أوقبتي إيا سوك حينتي وسوك حيي هذا المرء أحمرين بس مرء أحمرين ولو عمر عرض سوى حكم مقتا هذا الأذق الشديد إنه كيري سوما إذن لبضا مركا متخاسمين كواحد كوها ظلان حويا ومسموع هذين وح واجبين يحد أين نهين باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة نعم باب إخراج أهل المعاصي ذاتك وحد دينك يا شرعك خلاف سن كعمل فلية إيا ذاتك خصومتا يعني وحسكوها يستا لبدو ذا بلا صوبحيو من البيوت قربه قريه كجران لغا صوبحيو بعد المعرفة أي بعد معرفة أحوالهم مركي ما لا أقاده نعم حلو جدا قفبا وحال أقادي إنه كسامي يقول قيسا وحشرعيقا خلافسا سوما وحشرعيقا خلافسا أما بالله بقوا يسوى الدرسة أي خصومة دي إيو دلال كودي إيو بس أفقران واقو دي لبحن وايي محالا يلا يا قرقا لك بحنا يا يا كبحنا يا قادقا كحكمي ملك لا لديتنا يا قرقا لك بحنا يا حالك لدي اللو واي ولا حالي وايو